سمعت فتوى ألباني إن الحجاب سنة، صحيح هذه؟ حجاب وش سنة؟ حجاب المرأة، غطاء الوجه تقصد؟ غطاء الوجه إيه، مستحب. مستحب نعم. إيه هذا قول الألباني، وألف به كتاب اسمه جلباب المرأة المسلمة. وهذا طيب نعم. طيب في آية بالقرآن والقواعد من النساء، مو هذا دليل من الاستثناء؟ والقواعد من النساء، كم مو من هذا آية؟ دليل التي لا يرجون نكاحا يضعن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ما قال الله عز وجل اكشف وجوه، قال يضعن. يعني وجب عليهم الوجه. لا يعني يضعن، يعني مثلا امك كم عمرها؟ 55. الله يطول عمر امي مثلا. نعم 60 مثلا. امي مثلا تجلس ها تحط الحجاب، اعتبرنا انا موسيم، تحط الحجاب وتعملها وظاهر العنق وشوية شعرات هنا، ويوم تشرب شيء تطلع ايدها مش متبقى. هذا هو الله ذكره القواعد من النساء، هذا تخلع الحجاب كله. ايوه ما تخلع الحجاب، قال غير متبرجات بزينة، يعني هي تجلس في البيت مثل امهاتنا زمان يجلسون يعجنون يكشفون عن ايديهن ويعجنون وشوي العنق يظهر، هذا الذي اراده الله، ليس معناه استثناء بكشف الوجه. قال يضعنا، ها ما قال يكشفنا وجوهن، يضعنا يعني وضع الثياب، انه ما يتشدد بثياب كالمرأة الشابة. علمت؟ الله يسلمك يا اخي، يطول لي عمرك يا رب ويزوجك. الله يسلمك.